بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة القرآن الكريم الخامسة من الجزائر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج مفاتيح عبر قناة القرآن، وعلى مدار ساعة ونصف من الزمن على المباشر. حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين، برهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله العزيز. الإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى المولى عز وجل. سنتوقف اليوم هذا المساء في برنامج مفاتيح عند ظاهرة غير مقبولة لا عقلا ولا دينا ولا منطقا، ومجرمة في الحقيقة في كل الشرائع والثقافات والحضارات الإنسانية. هذه الظاهرة التي أضحت في مجتمعنا مثار جدل ودراسة من طرف الباحثين من أجل تحديد أسبابها والسر الكامن وراء هذه الظاهرة الخطيرة، ولتقديم أيضا الحلول الشرعية والروادع القانونية والاجتماعية. التعدي على الأصول، موت الضمير وغياب الإنسانية هو عنوان حلقتنا لهذا المساء في برنامج مفاتيح، أين سنسلط الضوء على هذه الظاهرة، نبحث عن أسبابها ونقترح بإذن الله الحلول. موضوع هذا المساء يناقشنا فيه كل من الدكتور محمد زغداني، أهلا وسهلا بك. شكرا، أهلا بك أختي راضية، وسعيد جدا بأن أكون رفقتكم ورفقة الدكتور، سعيد بلقاء المشاهدين الأكارم في هذه الأمسية إن شاء الله. اهلا وسهلا بك دكتور، كما ارحب بالبروفيسور سليمان ولد خصال، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، تحيه طيبه لك وللدكتور وللساده المشاهدين. اضافه الى موضوعنا لهذه الامسيه، سنلتقي مع ركن الحج سيلقانا فيها الاستاذ يحيى توفيق. موضوع هذه الامسيه رحلة القلوب، ولكن قبل ذلك لكل من يود المشاركة معنا في موضوعنا، أرقام الهاتف تحت تصرفكم من أجل طرح كافة الأسئلة والإضافات في الموضوع، فأهلا وسهلا بالجميع. من أين نبدأ في هذا الموضوع دكتور زغداني؟ والشريعة الإسلامية في الحقيقة جاءت بأعظم القواعد التي تدعو إلى توثيق الرابطة الأسرية والعائلية والاجتماعية، خاصة بين الأبناء والآباء، وهذا ما تجلى في الحقيقة في قرآننا الكريم وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكيف ظهر ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينا، وبعد، ربما قبل ذلك قد يطرح سؤال، لماذا يطرح هذا الموضوع؟ فعلا قد يبدو لبعض الناس أن الموضوع مستهلك وتحدث فيه كثيرا، ربما هذه الظاهرة لم تعد ظاهرة وليست موجودة، فللأسف الشديد الذي يعرف مكامن المجتمع الذي يعايش ربما آلام المجتمع، والذي يعيش ما هو موجود في كواليس المحاكم، يدرك أن الموضوع لا زال يعني هو موضوع الساعة كما يقال. صحيح. وأنه للأسف الشديد، ورغم كل ما يوضحه الأئمة على منابرهم، المدرسة على مستوى المؤسسات التربوية، ربما حتى ما يقرأه الناس في الجرائد، في وسائل الإعلام، في كل الوسائل التي تؤكد على مسألة كبيرة هذه التعدي على الأصول، إلا أن الأمر لا زال موجودا للأسف الشديد. ربما هو تذكير من باب قول الله عز وجل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى الذين يتابعوننا ونحن ننزههم على أن يكونوا من الذين يعقون أباءهم وأمهاتهم، فضلا عن أن يعني يتعدوا على أصولهم، لكن حتى يكون لهم دور في المجتمع، لأنه كما يقال المثل المعروف، اليد الواحدة لا تصفق. صحيح. فكل ما نذكر نحن بشيء، فإخواننا من المتابعين وأخواتنا من المتابعات لهذه القناة الطيبة، عليهم أن يبذلوا شيئا من جهد في النصيحة، في التوجيه، يعني ربما فيهم من يعرف جار، فيهم من يعرف قريب، فيهم من يعرف يعني أحد من له عليه تأثير، فينصحه ويوجهه، لأن الأمر جلل والأمر عظيم، والأمر يعني تتصدع له ربما قلوب الناس ويهتز له عرش الرحمن، إنه عقوق الوالدين. كما ذكرت في بداية المقدمة، الله سبحانه وتعالى قارن بين توحيده سبحانه وتعالى وبين بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خصوصا إذا كبروا في السن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهنا تأتي هذه المعاملة التي ربما قد نراها بسيطة،
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كما قال الحق عز وجل، هو مجرد التأفف، فلا تقل لهما أف. يعني قال كلمة أف هي كلمة من حرفين خفيفة ربما حتى ليست ثقيلة ولا تتطلب جهد، وحرمها الحق سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى مجرد ربما النظرة الجانبية إن صح التعبير الحادة أو النظرة الحادة التي توحي ربما بالاستعلاء أو بالاحتقار أو ربما أن يحس أحد الوالدين أن ابنه أو ابنته قد استثقله، وخصوصا أنه حمل الإنسان إذا كبر يصبح ثقيلا ويحتاج يصبح في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيده، ويكون في أمس الحاجة إلى من يرافقه. ابنه الذي كان صغيرا وكان يفرح حينما يقدم الخدمة لابنه، الآن هو يحتاج ويصبح ضعيفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، معناها ينتقل إلى مرحلة الضعف الأخير في حياة الإنسان الذي يكون في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيده. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هنا هذا القول الكريم ربما للأسف الشديد نحن نعيش ربما في وقت تطحننا فيه ظروف الحياة ككل، صح. فالإنسان بعد أسبوع 10 أيام 15 يوم يتذكر أنه لم يتصل هاتفيا بوالديه أو أحد والديه. نعم. يعني وهذا يعني ربما يستسهلها بعض الناس، ولكن تجد قلب الأم خصوصا وقلب الأب بدرجة ثانية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك، يحس لكل حتى لنبرات الصوت. نعم. يعني تصوري أنه أحد الأبناء وحتى ولو كبير وعنده أولاد وكذا حينما يتصل بوالدته تقول له أنت من صوتك باين لي باللي ما راكش مليح، يعني صح. إما أن تكون مريضا أو وخصوصا ونحن نعيش هذه الظروف التي يعني كل الناس في هلع وكل الناس في خوف وكل الناس يتوجسون خيفة من أن يصيب المرض أحد أقربائهم، وكل الناس تسمع يعني حوادث الموت وتسمع يعني انتقال الناس إلى الدار الآخرة بسبب هذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنه. أمين يا رب. إذن ما نؤكد عليه في هذا الباب هو أمر الله عز وجل. نعم. أنه اقتران البر بالتوحيد، وحد الله عز وجل كما شئت، اعبده كما شئت، صلي كما شئت، تصدق كما شئت، حج كما شئت، لكن إن كنت عاقا والعياذ بالله وأدنى درجات العقوق هي كلمة أف. يعني أمر معنوي، يعني لا يصل حتى للممارسات المادية التي سنتحدث عنها. نعم، يعني حدها الأدنى هو كلمة أف هذه الكلمة، أو حدها الأدنى هو تلك النظرة. نعم. التي فيها مؤذية. نعم تؤذي الوالدين، فكل ذلك لن ينفعك، كل لأنه الأصل أنه صلاتك تنهك عن الفحشاء والمنكر، حجك ينهك عن الحج والمنكر، صدقتك تطهرهم وتزكيهم بها كما قال الله عز وجل. فإذا لم تؤثر هذه العبادات التي شرعت لحكم في أن تكون أبر بأقرب الناس إليك وهما اللذان كانا سببا في وجودك في هذه الحياة الدنيا، فلن تنفعك كل تلك العبادات. بارك الله فيك دكتور زغداني على هذه المقدمة التي في الحقيقة تضعنا في سكة الموضوع، ولأنه للأسف ما سنتحدث عنه هو أمر شاذ يقع لبعض الأبناء ويقومون بهذه التصرفات تجاه أوليائهم. كما تفضل الدكتور بروفيسور ولد خصال تحدث عن الرابطة الأسرية التي أوصى عليها القرآن الكريم والتي تعتبر من الروابط المقدسة فعلا في حياتنا، صحيح. نحن كمسلمين وبها نتميز في الحقيقة عن باقي المجتمعات. عن الحفاظ عنها وعن تماسكها هو ما نود أن نقدمه اليوم من رسالة. تقديرا لهذه الرابطة اهتم المشرع الجزائري هو الآخر إذا تحدثنا بصفة القانون بالأسرة وبالأصول على وجه صحيح. الخصوص. بداية كيف عرف الأصول والفروع يعني بلغة القانون، وما هي أنواع القرابات المتعلقة بها؟ أحسنتي، بارك الله فيك. قبل أن أجيب ملاحظة فقط بسيطة، أنه سمعتها من أحد الذين يعلقون في الفيسبوك وعجبني التعليق، قال للشباب الذين ربما لا يبالون بهذا المرض، نعم. قال لهم تصوروا للعملية عكسية، لو أن المرض ينتشر في الأولاد، صح. فإن الأباء سيكونون أشد حرصا وسيمكثون في البيوت، صح. من أجل أن يحافظوا على أولادهم، فعلا. فكأنه نداء لهؤلاء الأولاد
من أجل أن يحافظوا على الآباء. والمشكلة كما تعلمي الآن أن الكثير من هؤلاء الذين يموتون أو يكون أكثر عرضة للمرض هم كبار السن والمرضى، ولهذا ينبغي كذلك على هؤلاء الشباب، على شبابنا، أن لا يتهاونوا، أن لا يستهتروا، أن يحاولوا أن يحافظوا على آبائهم. بالنسبة إلى سؤالك طبعا، بالنسبة إلى تعريف القانونيين، وهو تعريف قريب كذلك من الشريعة الإسلامية، أن عندنا ما يسمى بالأصول وعندنا الفروع وعندنا كذلك الحواشي. الأصول هم الآباء والأجداد مهما علوا من الطرفين، يعني أب الأم وأم الأم، أب الأب وأم الأب، وكذلك من جهة الزوجة، ثم الأجداد مهما علوا. الفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا. هذا هو التعريف القانوني المأخوذ من مادة المواريث في قانون أسرة، قانون 84-11. نعم، هكذا يعرفون هذه. والقرابة كما ذكرت هي تنقسم إلى قسمين في الحقيقة، هناك قرابة النسب وقرابة المصاهرة. وقرابة النسب المقصود بها الإخوة والأخوات والأعمام والإخوة وما إلى ذلك، يعني الذين ينتسبون للاسم واحد لعائلة عن طريق القرابة باسمه وعن طريق القرابة، يعني قد يكونون من، لأنه بلغة المواريث قد يكونون من أصحاب الفرائض، وقد يكون أصحاب العصابات، وقد يكونون من ذوي الأرحام كذلك. يعني ليس بالضرورة أن يكونوا من اسم واحد، ولكن قرابة التي تجمعهم هي قرابة النسب يسموها. قرابة النسب، نعم. كلمة النسب ماشي كيما احنا في الدرجة نقولوا النسب، نسيب، وإنما النسب هي القرابة، هي الفاميليا نتاعك. نعم، الانتساب مباشرة. بينما المصاهرة هي اللي نقول احنا في الدرجة نسيب. المصاهرة الصهر هو في اللغة، نعم، أخت الزوجة، أخ كذا. فهؤلاء كلهم في الحقيقة يعدون من القرابة، وهؤلاء كلهم يشكلون القرابة. القوانين طبعا، وقبل القوانين طبعا هي الشريعة الإسلامية، لأن القوانين هي ما هي إلا تطبيقات للشريعة في كثير من هذه القوانين، وعلى رأسها قانون أسرة اللي جاء للجزائر في 1984، وكان أشرف عليه شيخنا أحمد حماني، يسموه القانون 84-11، واللي تحول بعد ذلك، مش يتحول وإنما عدل بعد 20 سنة في 2005 إلى ما يسمى الأمر 05-02 المعدل للقانون 84-11 الأسرة. عندما تقرأين هذا القانون تلاحظين مثل ما تفضلتي أنه جاء من أجل أن يحافظ على الروابط الأسرية، وبخاصة في مسألة الحقوق والواجبات. كان بند فصل يسموه الحقوق والواجبات وسماها مشتركة، ولو تأملت في هذه الحقوق وهذه الواجبات لوجدت أن الزوجين مطالبان بأن يحترم آباء كل واحد منهما، كل يعني الزوج منهم. الزوج يحترم، طيب هذا الزوج الذي يحترم أب الزوجة وأم الزوجة، ولا جد الزوجة وجدها، والعكس الزوجة تحترم أب الزوج تاعها وأمها. الآن من جهة هو حق مشترك، واجب مشترك بينهما، ومن جهة كذلك هو قدوة إن شئتي للأولاد كذلك، من أجل أن يتعلموا الحفاظ على هذه الروابط. فعندما يلاحظ ذلك الإبن الصغير، عندما يلاحظ أباه وهو يحترم والده، يعني الجد، وهو يحترم والده ذلك الاحترام ويعامل تلك المعاملة الكبيرة، فإن الصغير يكبر على تلك الأخلاق، ومن ثم فإن من مقاصد القانون في الحقيقة أن يحافظ على هذه الروابط الأسرية، حتى لا نجد تلك الصور التي نسمع هنا وهناك، والتي في الحقيقة يستحي المرء أن يذكر نماذج عنها، لأنها لا تمثل فعلا المجتمع الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في زمننا فقط في السبع لما كنا نتصور أنه نجد، كنا نسمع مرة في الزمان أنه شخص تعدى على والده بكلمة كذا، يعني هذا أمر غير شاذة، يعني غير معقول يعني إطلاقا. ولذلك عندما كثر، وربما نتكلموا على الأسباب، وهي أسباب كثيرة في الحقيقة، لأنه لما أنت تبحثي على الأسباب نتاعها تلقاي بعد ذلك الحلول وتلقاي الإجابات. نعم، فربما هذا إجابة على السؤال. هذا هو الذي جاء من أجله قانون الأسرة، وليس فقط قانون الأسرة، حتى القوانين الأخرى اللي راح نتكلم عليها، حتى قانون العقوبات اللي هو قانون ردعي، وحتى قانون المدني كذلك، وباقي القوانين الأخرى، وقانون أيضا المسنين كذلك اللي يتحدث على كبار السن، وقانون الصحة تاع 2018 يتكلم أيضا على كبار السن. يعني القوانين الحمد لله تضافرت كلها من أجل إعطاء قيمة لكبير السن، وخاصة إذا كان هذا كبير السن كان من القرابة، يعني كان أب ولا كان جد، يعني ينبغي أن نحافظ عليه وينبغي أن نعامله المعاملة التي تليق
يليق به. نعم بارك الله فيك بروفيسور والتخصال. أردنا أن تكون لنا هذه النظرة القانونية لكي نرى وبوضوح تطابق الشريعة الإسلامية. نعم. والنصوص القانونية في التشريع. نعم. الجزائري التي بها نخدم إن شاء الله الموضوع بمقصد واحد. نواصل موضوعنا لهذه الأمسية ولكن بعد هذا الروبورتاج فيها وحوله للزميلة مريم سمعلي. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هي المكانة التي أعطاها الله عز وجل للوالدين في كتابه الكريم، لكن ما يشهده مجتمعنا اليوم من اعتداءات على آباء وأمهات بالضرب والإهانة من طرف فلذات أكبادهم يندى لها الجبين. هذه الظاهرة هذه رانا نشوفوها بزاف منتشرة في بعض الجزائريين، ظاهرة العنف هذه اللي ضربوا الوالدين تاعهم، وهذه تعتبر غير إنسانية وغير إخلاقية. اللي فرط في والديه وليأكل حق والديه، ثانيا اللي تعدى على والديه ويضرب والديه ويدي حق تاع الوالدين تاعو، نورمالمون في القانون العقوبات الجزائرية يتعاقب، لازم تكون العقوبة عليه. الوالدين كاين رب العالمين وهما، الدنيا هذه ما كان حتى حاجة خير من الوالدين. هذه ظاهرة غريبة تعددت الأسباب. السبب الأول عدم رجوع إلى كتاب الله. تربية الوالدين، المجتمع ككل، والسبب الثاني المال. المال يطغي الإنسان. انتشرت في محاكمنا حكايات غريبة على مجتمعنا، أبطالها شباب وشابات يمارسون أبشع صور العنف على من وجب علينا برهم وإكرامهم. نص القانون الجزائري على جنحة التعدي على الأصول بصحيح المادة 267 من قانون العقوبات، وهو التعدي أو الضرب أو الجرح بالنسبة إلى الوالدين أو الأصول الشرعيين. وهذا العنف يعني الجسدي من طرف يعني الأبناء لأولادهم أو حتى بالنسبة إلى الأصول الشرعيين راهو يعاقب عليه من الناحية القانونية بنص المادة 267، وتتراوح العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كان الضرر العجز يعني المسبب يكون يعني أقل من 15 يوما عجز عن العمل، وإذا أدى هذا الضرب أو الجروح إلى بطر أحد الأعضاء أو إلى عاهة يعني مستديمة، هنا تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان هذا الضرب والجرح العمدي يؤدي إلى وفاة يعني الأصول أو الوالدين، فهنا تطبق عقوبة الحبس المؤبد على الجانب. وإن كان الظاهر هو عدم تقبل مجتمعنا لمثل هذه السلوكات، إلا أن الإحصائيات والمحاكم تشهد استمراراً وازدياداً لآباء أو أمهات ذاقوا ضرعاً من بطش أبنائهم فرموا الكرة للمحاكم. جريمة التعدي على الأصول للأسف الشديد تفشت في المجتمع الجزائري بدليل العديد من القضايا العديدة والمتعددة المطروحة على مستوى مختلف المحاكم التي يلجأ فيها الوالدين من أجل يعني رفع الظلم أولادهم، التي عن طريق يعني الضرب، عن طريق يعني كل أشكال العنف، وهذا من محاولة منهم لتأديبهم وتطبيق عليهم الإجراءات القانونية. أغلب الأسباب تتعلق بالميراث يعني الأموال العقارية. كاين هناك أسباب أخرى تتعلق بالانحراف
الأولاد والعنف، ويعني ظاهرة العنف يعني في 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 الأسر التي تكون يعني بين الأولاد، بين البنت وبين أخيها، وتتطور الأمور حتى تلحق يعني إلى عنف الذي يصل إلى الوالدين. وإن اختلفت أسباب انتشار هذه الظاهرة البشعة، إلا أن المؤكد أنها غير مقبولة لا شرعا ولا عرفا. وهذا أكيد متفق عليه. شكرا لزميلة مريم على هذا الروبورتاج الذي في الحقيقة كشف خاصة من خلال آراء المستجوبين فيه على تفشي الظاهرة للأسف في مجتمعنا. دكتور زغداني، يعني ظاهرة التعدي على الأصول كما وصفها أحد المستجوبين خطيرة جدا، يعني ببساطة أي إنسان يعني على فطرته وسوية يقول هذا الأمر ويصف هذه الظاهرة بهذه الصفة منافية لتعاليم ديننا. كذلك البيئة الاجتماعية، يعني عرفنا يرفض هذا الأمر إن حدث في المجتمع حتى وبعيدا على الدين. عندما نرى أنه كبار السن يتواجدون في دور العجز للأسف، سنتحدث عنها لأنها من النتائج، ولكن قبلها ما الأسباب؟ لماذا أصبحت هذه الظاهرة منتشرة كما تفضل البروفيسور منذ قليل، يعني لم تكن هكذا منذ سنوات؟ نعم، ربما قبل مع هذه أحكي قصة زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد تكون من بين الأسباب المهمة جدا. نعم. في تقديري على الأقل، حينما يأتيه شيخ كبير يقول له إن ولدي قد عقني، فيأمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بإحضار الولد، فلما عققت ولدك أو أباك؟ فيقول يا أمير المؤمنين إنه لم يحسن اختيار والدتي فاختارها أما مملوكة، ثم سماني جوعلا يعني حشرة خنفساء، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التفت إلى الوالد وقال أنت عققته قبل أن يعقك. لماذا ذكرت هذا المثال؟ لأنه في غالب الأحوال التي يكون فيها عقوق من الأبناء للأباء يكون سببها رقم واحد هو أن الأباء لم يحرصوا على حسن تربية أبنائه. نعم. لم يستثمروا الاستثمار الصحيح في الأبناء، لأن الاستثمار في الأبناء ليس بأكلهم وشربهم ودوائهم وكسائهم وإقامتهم، هذه رعاية مادية. نعم، توفر، نعم، الرعاية التي توفرها حتى، اسمحوا لي بين قوسين، حتى الحيوانات توفرها لأبنائها. صغارها. نحن نختلف عن هذه المخلوقات بالعقل بالتكليف، بأن الله عز وجل كأمة ميزنا بأن بعث فينا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء في حياتنا وكيف نربي أبنائنا، فنحن لم نستثمر في أبنائنا الاستثمار الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأحاديث الكثيرة: ما نحل والد ولدا خيرا من خلق حسن. يعني أفضل هدية تعطيها لابنك هي أن تعطيه وتهبه خلقا حسنا، تهذب سلوكه، تعلمه شيئا من القرآن الكريم، تحرص على حسن تربيته وأخلاقه، تراقب تجاوزه لحدود الله عز وجل. لأنه ربما نذكر مثال الذي هذا العام نحن نعيشه خصوصا في ظل هذه الجائحة، أبناؤنا الذين يعني يجتازون امتحان البكالوريا. نعم. من الآن كل الأباء والأمهات راهم يترقبون متى سيكون هذا الامتحان، وكل الظروف ربما راهي مهيئة. نعم. وأعرف وربما حتى أنا منهم من يدفع أموال طائلة من أجل الدروس الخصوصية الآن في هذه الظروف، لماذا؟ طلبا في أن ينجح ابنه أو ابنته. لكن بالمقابل حينما لا يقوم ابنه للصلاة، حينما يسمع كلمات نابية تصدر من ابنه أو ابنته، حينما يقع شجار بين الإخوة والأخوات وهم صغار ويكبر معهم هذه الأحقاد، فإنه لا يراقب أبنائه ولا يحرص على أن يوجههم التوجيه السوي. فربما أول سبب هو عدم الاستثمار في الأبناء، عدم تربية الأبناء والتخلي عن الدور الأساس، وليس الدور الأساس هو الإنجاب والإطعام والكساء والغذاء وغيره. صح. إنما الدور الأساس هو التربية من كلا الزوجين، ليس الأمر ربما موكل للمرأة فقط على أساس أنها راهي موجودة في البيت، ولا هو موكل فقط للأب على أساس أنه يملك القوة العضلية التي قد يرغم بها أبنائه على بعض السلوكات أمامه، ولكن هي أمر منوط بالزوجين كليهما. وعلى فكرة يعني في هذه الثنائية هناك من
من الآباء من لا يسمح لأبنائه بالتطاول عليه، ولكن يسمح بهذا الأمر على والدتهم، يعني نعم، بحكم أنه لا دخل له في ذلك، نعم، لكنها رواتب كما تفضلت. أكيد، وهم يتطاولون على الأم لأنها أضعف، نعم، حينما يقول أمره هو إلى الضعف فسوف يتطاولون عليه، لأنه يعني الأمر مرهون بقضية الضعف والقوة لا أكثر ولا أقل. ومن هنا ما ننبه عليه الآباء والأمهات، أنه إذا أردت أن يكون أبناؤك بارين بك عليك أن تبر بهم قبل أن يبروا بك. بماذا؟ بحسن تربيتهم، بحسن توجيههم، بالحرص على أخلاقهم والحرص على حسن معاملتهم قبل أن تحرص على مأكلهم ومشربهم ودراستهم، وإن كان كل هذا مطلوب منك. صح. أنت منوط بك أن تطعم وأن تداوي وأن توفر المكان الإيواء وأن توفر كل مستلزمات الحياة، بالإضافة إلى حسن التربية والتوجيه وعدم إهمال الأبناء، خصوصا في هذا الزمن الذي ربما تعددت فيه أسباب الانحراف للأسف الشديد. ربما قد يحرص الآباء على أن يكونوا أبنائهم في أحسن تربية، ولكن إذا دخلته مثلا سوسة من سوسات المفسدات المخدرات ولا غيرها، مهما ربيته فنهاية المطاف سوف يكون اعتداؤه عليك. يبدأ بمسألة السرقة من عند الأب ومن عند الأم، وبعدها حينما يشتد عوده ويضعف عودك يعني يطلب عنوة، ثم يلجأ إلى التعنيف وإلى غير ذلك من السلوكات التي تؤدي إلى المحاكم، قد تؤدي حتى إلى قتل الأصول وليس إلى التعدي عليه. إضافة إلى الصورة أيضا الغربية التي يروج لها الغرب عمدا لإضعاف مجتمعاتنا، على الاستقلالية التي على الإبن أن يكون عليها بمجرد بلوغ سن معين، وهذه نعم للأسف تروج الآن في وسائل التواصل. نعم، هي 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 ربما الحرب إن صح التعبير، والغزو الفكري كما كان يسمى سابقا، الآن غزو فكري وغزو إعلامي وغزو في كل مجالات الحياة، نعم، بحيث يريدوننا نسخة مشوهة عنهم، لسنا حتى نسخة منهم، نسخة مشوهة عن الغرب، لأن الغرب عنده أيضا هو قيم يحترمها كاحترام المواعيد واحترام الوقت واتقان العمل، وهو لا يريد منا أن نأخذ هذا، يريد منا أن يأخذ معاني تحرر المرأة، نعم، معاني تحرر الأبناء، معاني حرية الحرية المطلقة في كل ما يفعل الشخص سواء صغيرا أو كبيرا. حتى هو صغير يعلمونه أنه يمكن أن يأخذ الهاتف ويشكل 911 من أجل أن يشكو بوالديه، وتأتي الشرطة لتأخذ الوالدين لأنهم منعوا ابنهم عمره 7 أو 8 سنوات من حق من حقوقه. فهذا الذي يريدون، أن نكون نسخة مشوهة منهم، نعم، وليست نسخة منهم للأسف الشديد. وكلها أسباب من لابد أن يهتم بها الباحثون دكتور، من أجل العناية بها وتقديم الحلول. الحلول القانونية مهمة جدا، صحيح، على أن تكون مطبقة، نعم، وأن يدفع يعني أصحابها ثمن ذلك. الأرقام التي تكشف عليها كل سنة المصالح بهذا الخصوص، رغم أنه لا يوجد لنا أرقام محينة دالة على تفشي الظاهرة في مجتمعنا، يعني متعلقة بجرائم السب والجرح والقتل، يعني الأمر على درجات. صحيح. للأسف أرقام رهيبة، ولكن في الحقيقة ما هي العقوبات التي تعود في حال وصلت هذه الظاهرة ومست خاصة السلامة الجسدية للأصول؟ بارك الله فيك. أنا في الحقيقة قبل أن أتحدث عن الجزاءات القانونية، نعم، اللي هي تمثل آخر العلاج اللي هو الكي، وطبعا هي، نعم، ردع، أنا حبيت أثمن ما قاله دكتور محمد في مسألة الأسباب لأنها مهمة. أنا نقول بأنه من أهم الأسباب مثل ما تفضل صراحة هي مشكلة التربية، أنه بعض الأولياء، باش ما نقولش كثير من الأولياء، ما عندهمش طريقة سليمة صحيحة في التربية. يعني تلقى الأم مثلا تدرج على وليدها، نقولها بهذه الطريقة، يدير خطأ صغير تدرج عليه، خطأ اثنين تدرج عليه، ثلاثة تدرج عليه، بعد ذلك يولي يستفحل هو. هي تصور أنها تحميه، هي تحميه، لكن هي لا تحميه، وإنما هي راهي تحضر فيه باش يولي فيه العنف اللي راح يعود عليها وعلى الأب والقناعة. بعض الناس تلقاه ما يربيش كذلك أولاده حتى يولي مدمن، لأنه من أكبر أسباب هذا الضرب هو الإدمان. يعني تلقى الرجل الطفل يشرب مخدرات، وإذا ما لقاش يسرق لهم الدراهم ويستعملها منهم باش يطلوا الدراهم، وإذا ما لقاش قادر، وكاين عندنا قضايا كثيرة للأسف أسال فيها الدماء بسبب المخدرات لأنه ما يكونش في عقله. هذه هي، فهذه وكاين أسباب أخرى عائلية، أنه كاين بعض الحين يدخل نزاع بين الإخوة والأخوات، يدخل الأب لصالح أخ أو أخت، الأم لصالح أخ ولا أخت، يولي شجار بينهما، أقل شيء يولي شجار لفظي، يعني يولي عنف لفظي، كلام ورفع أصوات
وما إلى ذلك. والبيت اللي تشوف فيه أنه الطفل يزقي مع يماه ولا بابا يرفع صوته، هذا يدل على أنه خلاص خرجنا من دائرة الحفاظ على الوالدين وما طبقناش وش قال ربي عز وجل، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أكبر الكبائر ثلاث؟ ثم قال: عقوق الوالدين. هاي من أكبر الكبائر هذه. وعقوق الوالدين ماهيش فقط عمل اتيه الضرب، وإنما حتى كلمة أف اللي قالها ربي عز وجل: ولا تقل لهم أف، يعني نقولها الام بنتك تقولها غسل ماعن وتقول لك اوف، اي راهي من الكبائر، هي راهي يعني ماهيش حاجه بسيطه. نتعلم، انا دائما نقول اولادي ونغلطوا ويغلطوا اولادي، ولكن نقول لهم دائما تعلموا كيف تميزوا في حديثكم بين ان تتحدث مع اب وام وبين زميلك. زميلك ممكن تغلط معه، لكن الاب حاول ان لا تخطئ معه، حاول انه تحضر الكلام تاعك جيدا وموش تعنف ولا كذا. وحتى وعلى ذلك الكلام بروفيسور نعم. استسمحك، الامر الان لا يتعلق فقط بالذكور، حتى الاناث صحيح. يعني اصبحت لديهن هذا كلاهما في الشارع نشوفه، يعني انه بنت مع مراهقه مع والدتها تتكلم مع الطريقه يعني الحديث اللي غريبة. الحديث اللي حديث جبريل المشهور اللي في اخر الحديث، لما سالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن الساعه قالوا وما قالوا ما وما ان تلد الامة وربتها، قالوا وما امرتها، قالوا ان تلد الامة وربتها. والعلماء الحديث المشرح قالوا الامة ربتها تولي البنت هذيك، تولي هي كانها هي الام، يعني هي اللي تتحكم في البيت بجبروتها برفع صوتها بتحكمها، تولي الام كانه ما عندهاش مكانه. وحنا نقولوا لروحنا ونقولوا اللي مازالوا والديهم حيين، نقول لهم حافظوا على مكانه الاباء والامهات، يبقى دائما هما يحكموا، يبقى حتى دائما حتى كنت اعلم منهم، حتى كنت انت الاعلم وانت الاعرف وانت الاذكى وانت اللي عندك الحكمه، لكن خلي حسس باباك ويماك باللي هما اللي عندهم هذيك المكانه الكبيره. حنا لما نقراوا قانون العقوبات لما تكلمي انت على العقوبات، والله غير يعني كلام يقلق صراحه، ولكن هاي هذا هو، هاي القوانين موجوده مثل ما قلت لك. الماده 267 تقول كل من احدث عمدا، هاي عمدا القادر واحد يقيس ماشي بلا، جرحا او ضربا بوالديه الشرعيين او غيرهما، يعني ماشي بالضروري يكونوا والديه شرعيين، يكونوا من الاصول تاعو جده كذا، من اصوله شرعيين، يعني قادر الانسان يدنى لجده جداته البابا، يعاقب بما يلي. هاي عندنا خمس عقوبات، من الحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات. هذا الانسان اللي يدير جرح يعني يستعمل العنف معاه ولا يستعمل الضرب ولا كذا وعنده عجز، لكن ما يلحقش ال 15 يوم. اللي يلحق 15 يوم عنده من 5 حتى 10 سنوات. نعم. واللي يصاب بعاهة ولا ينحي له عضو ولا يفقد البصر ولا كذا يوصل الى 20 سنة، من 10 الى 20 سنة. وبالسجن المؤبد اذا ادى الجرح الى 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 الوفاة. طبعا هنا والوفاة بدون قصد احداثها. يعني استعمل العنف ادى الى الموت، لانه اذا كان قصد الابن ان يقتل والده هنا راح تولي الاعدام في الحقيقه. ولكن احنا نقولوا في قانون الاجراءات تاعنا انه، وهذه انا اتعجب لها، انا كنت نتكلم في الصباح مع احد المحامين قلت له يعني هذه، قلت له كان ما يشوفش الاباء، قال لي ما النيابه العامه ما تحركش. نعم. هذا اشكال نقول لك صراحه. وعاده هل تقدم شكاوى يعني خاصه من طرف الضحيه؟ يعني تقدم شكاوى كاينه. نعم. تقدم شكاوى، لكن الاشكال ماشي في الشكاوى، انه تقدم شكاوى وتمشي لانه غير مجرد تقدم الشكوى لوكيل الجمهوريه، يعني النيابه العامه، هذه مصطلح وكيل الجمهوريه هو النيابه العامه، برك يكون على مستوى المحكمه العليا اسمه وكيل الجمهوريه، على مستوى المجالس والمحكمه العليا يسموها النيابه العامه، مجرد انه يحرك الدعوه يسموها في القانون الدعوه العموميه. نعم. وهذه الدعوه العموميه قادر يحركها الشاكي بطريقتين، قادر يحركها عن طريق المسؤوليه الجزائيه يسموها دعوه عموميه، وقادر يجمع بينهما يعني دعوه عموميه يسموها تبعيه، يعني تجمع بين المسؤوليه الجنائيه والمسؤوليه المدنيه، يعني تعويض عن الضرر. الان كي يدير هذيك الشكوى تتحرك الدعوه. الاشكال انه في بعض الاحيان كي يوصل باش عند المحكمه وكذا يلقى هذاك الاب يستخدم العاطفه تاعو فيسمح يعني. اذا سمح في هذه الحاله راح القضيه راح تسقط، او اقل شيء بعض القضاة المحنكين يدير له سورسي، يدير له عقوبه يعني بعدم التنفيذ. نعم. طبعا هي مليحه لانه من جهه، ولكن يعني لا يسقط العقاب تماما، لا يسقط حتى لا وان سمح له ذلك. نعم. ولكن الدخول الى السجن والجنحه كذلك راح يسقط بطبيعه الحال، انه عفى عليه الاب في ذلك.
وأنا نقول لك صراحة، أنا نتكلم مع الآباء والأمهات، إذا شافوا بأن هذا الإبن أخطأ مرة واحدة وما وش، لكن إذا شفت واحد تاع إدمان وتاع مخدرات هذا لماذا متعود يمارس هذا؟ هذا يروح يعالجوه ويتعاقب ويتحاسب، ولو كان لأنه في احنا تعلمنا، والشيخ محمد يقدر يفصل المسألة أكثر، تعلمنا أنه العقيدة الإسلامية تاعنا علمتنا شيء، أنه كاين أشياء لله عز وجل، هذه ما لازم في واحد بين العباد كذا، لكن توصل المسألة يعني وين؟ لأنه الخطورة وين؟ أنه إذا كان هذو الأباء بهذه الطريقة تاع العفو والسامح يتسامحوا، النتيجة رانا نشوف فيها الآن. يكون تمادي يعني. لا المجتمع لما تشوف أنت الأسر هنا وهناك، تلقى الطفل اللي يولي عنده 18 سنة يطوال يعرض يطبع باباه ويسب باباه وكذا، يعني مظاهر تقلق. فعلا. ثم نطمع أن يرحمنا الله عز وجل، ثم نطمع أن ربي عز وجل ينحينا المرض. كاين احنا المرض تاع القلوب تاعنا وتولي معامله حسنه ونعرف كيفاش نحترموا البابات والامات. الوالدين تاعنا تاع بكري زمان هذو كانوا يستعملوا العنف الحق مبالغ فيه، لكن والله العظيم رغم والله غير مبالغ فيه صراحه بعض الاحيان، وحنا كنا نرفض هذاك العنف لكن لازلنا نرفضه، لكن النتائج والله غير كانت رائعه. نعم. بحيث اننا الحمد لله كبار صغار معامله رائعه مع الوالدين. نعم. حتى ورانا اولاد اولادنا مش حتى، لكن الجيل تاع دركا سبحان الله البابات يقول له ما تعرف والو ما ما, ما, ما وانا شفت بعض الحين راك قديم وخلي زعما. انا نشوف واحد قلت له انت يا، يقول لي انا راني ندي اولادي يحوسوا كذا، قلت له الله يبارك وبابك راك ديته للتحواس يخسر فيا. شغل قلت له كلمة غريبة يعني. غريبة نعم. قلت له معليش أنت حاول أن تجمع بينهما. تفضلي مكالمة. وفي الحقيقة سنعود بعد قليل معك بروفيسور، كلام شيق لأنه نتمنى أنه تكون هذه الأمثلة من الواقع. طبعا. أنه هي التي تقرب الفهم ونحقق الفائدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. معنا الأخ توفيق من تلمسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخي الفاضل. مرحبا يا حياك الله. أهلا وسهلا بك. أنت والأساتذة الأفاضل. بارك الله فيك. ونفعنا الله من علمك. أمين. وتجربتك. أمين. والله زعم موضوع يعني في القمة الذي تناولتهم اليوم. نعم. فكلمتي الأولى في عنوان الموضوع. يا حبذا لو كان معاملة الأصول بين العقوق والبر، او بين البر والعقوق تكون فيها ايجابيه اكثر. أنا. نعم فيها ايجابيه اكثر. الكلمه الثانيه او النقطه الثانيه، نعم، اوجهها للاعلام، للصحافه، للفقهاء، للاساتذه، للدكاتره، للشرطي، للدركي، لكل اصناف المجتمع. والله إن وفقنا في إصلاح ذات البين، هذه النقطة بالأساس. نعم. سيرتقي المجتمع. صح. تذكرني أتذكر مداخلة أول موعظة قام بها الشيخ عبد الرحمن الجلالي، كان عنوانها يا متى نرقى وسوانا صار أرقى، يعني إذا عالجنا هذا الموضوع بالذات سيرتقي المجتمع. صح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يعني لو سمحت، أنا مداخلتي كانت قصيرة، هذه مداخلة أحاول أن أطيل فيها نوعا ما. نعم. وسأسرد لكم قصة علاقتي مع والدتي رحمة الله تعالى عليها. رحمة ربي عليها. والله تفضل. يعني والدتي منذ عرفتها ومنذ لم تعاملني بغلظة أبدا، لم تكن فيها صفة الغلظة. هذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ولكل الآباء والأمهات بصفة في الجزائر وفي العالم الإسلامي عموما. يعني ما كان الرفق في شيء إلا زنا. والدتي رحمة الله تعاليها لم تعاملني بغلظة أبدا، الحمد لله ربي يرحمها منذ كانت في قيد الحياة. وحتى أكرمني الله سبحانه وعز وجل بآخر ليلة معها في الحياة. نعم. كنت معها أنا رحمة الله تعالى. يعني نصيحة للآباء والأمهات، إياكم والقسوة. نصيحة فكل ميسر لما خلق له. فعلا صحيح. الآن إلى الأبناء. نعم. يا أبنائي مهما كان والدك ومهما كانت والدتك، لا تقل لا، كلمة لا انزعها من فمك. نعم. كلمة لا انزعها من فمك، لا تقل لا لوالدك مهما كان سلوكه ومهما كانت
وما كانت مداخلته وما كان تدخله فيك ومهما 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 لا تقل لا لوالديك أبدا للأصول بصفة عامة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شاكرة لك على هذه المداخلة القيمة، فيها نقاط مهمة جدا مركزة عن تجربة وعن حكمة من هذه الحياة. سيدة بريكسي دايما تيمسان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الحاجة بريكسي، كيف حالك؟ كان في التحدي انا في هذه العشيه من اللي بديتو راه عيني ما نشفتش ان شاء الله. السلام عليكم. ما صراتليش ليا قصه بصح صرات لوحدي قبالتي، وهذا الانسان هذا التوفيق اللي راه حتى هو مثل الانسان راه يكون على باله بها هذه القصه. نعم. وهي بنتي دار العجز اللي راهم يلموا فيها الناس والله لو كان تشوفيهم دار من واش يكون اولاد من تحيري. نعم. هذه قصة صرات لواحد المخلوقة ما شقاش نسميها. نعم أكيد. قال لها ولدها نديك أمي باش نبني لك بيت. أيوه. راني باغي نهد ونبني. بنا هذاك الولد البيت وخرج حوان تكراهم، وهي في دار العجزة نهار اللي مشاو وحدين يركبوا في دار العجزة قالت لهم يا أنت داير كي ولدي؟ قال لها شكون ولدي؟ قال لها فلان نعرفوه الناس. قالت لهم هاني نستناه باش يجي يديني. وهو باني وكره حتى للناس، كره لهم مباراه، كره لهم للناس باش كش الشهريه. لا اله الا الله. هذوك الناس ما قدوش كتبوا بريا للامام، امام هضر بها بالجمعه في الجامع. أيوه. والله مدها فيها، ما اللي عرفوه شكون مشاو له. كي مشاو له لدار العجزه صابوها رقات الله. لا اله الا الله. بصح بنتي واحد تشوفيها في دار العجزه اللي ما يبكيش اللي ما يكونش قلبها. نمشيو نزوروهم ما تقديش تهضري معاهم على خاطر ماش كانت تبيع فرحانه تقول لك جابوني دوك يديمني دوك يديروا لي دوك يديروا. علاش ما يخافوش اللي قردوه الوالدين ما يجبروش الصالحين؟ ولا قردوه الصالحين يجبروه الوالدين؟ هاد الوالدين كاع الام ما دارتش فيك الخير، احسب لها غير 19 ودير ذاتك فيك الشر. ابدا ابدا ابدا. هاد الاسماء شوفي هاد الضر اللي جا كيديرهم كبار راهم في 36 عام ومازالوا والديهم دايرينهم تحتهم ولامينهم بالشي اللي كاين. الله يرحمكم على هذا الموضوع، ما عنديش قادر نكمل بخاطر ضرني ضرني هذا الموضوع ووضعه ماشي الهضره دايرهم يهضروها ولادي وبنتي في بلاصتها. هذا الدراري يهديهم من الله على خاطر شحال ما قعدوا الوالدين وكيغيبوا ماش قاعدين يمشوا لهم للقبور. رديوها منهم درك على خاطر دعوه الوالدين امرها ما حد مولاها ما يقعد ينين من الجمعه حتى لمتين، دائما يقعد مراه ولا راجل لمتين وبقاو على خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك على هذه الشهاده المؤثره. فعلا يعني تأتينا هذه القصص التي نعيشها، وظاهر أن الحاجة بريكسي تأثرت بهذه القصة، كيف لا؟ يعني مست امرأة لقت الله عز وجل رحمة الله عليها، وهي تنتظر ابنها أن يعيدها إلى البيت. أي عقوق هذا؟ يعني في بعض الأحيان يعني نقول هو أكثر من الضرب المادي أو الجرح المادي أو القتل. يعني تعقيبكم أساتذتي دكتور زغداني والبروفيسور، فعلا مخلفات هذه الظاهرة التي نتحدث عنها هو رمي الأباء والأمهات في دور الشيخوخة والعجزة، عدم السؤال عنهم، وهذا اعتداء معنوي كما قلت يعني خطير أشد. ما حكمه يعني شرعا لمن الله يكفي ان يكون كما ذكر البروفيسور من قبل حديث النبي عليه الصلاه والسلام الا اخبركم باكبر الكبائر ثلاثا، فذكر من بين النبي عليه الصلاه والسلام عقوق الوالدين. عقوق الوالدين الذي قلنا عنه من قبل انه مجرد حرفين ربما حتى نظره كما قلت في البدايه اللي تسيء وتؤثر تاثير سلبي في احد الوالدين، هذه ربما لا يحسها الا من عاشها. وربما لو تصور الشخص الامر العكسي كما يقال، لو تصور انت ابنك فريدات كبدك او ابنتك حينما تصبح في امس الحاجه الى من ياخذ بيدك فلا تجد منهم احدا، وربما تجد منهم الاهانه وتجد منهم الرمي وتجد منهم الاهمال وتجد منهم الكلمه السيئه وتجد منهم التعدي المادي، فهذا اذا انت رضيتها في نفسك فترضاها في والديك. ولا اعتقد انه انسان سوي ذو عقل يرضى بهذا الامر. ربما نجد الكثير من الأباء حينما يصلون إلى هذه المرحلة يتمنون الموت، يدعون على أنفسهم بالموت. نعم. ومع هذا حينما يقفون في المحاكم كما ذكر البروفيسور من قبل فإنهم يسامحون هذا الابن. نعم.
سنستكمل نعم. الفكرة فقط دكتور زغداني، بعد أن يرفع على مسامعين أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. أمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. برنامج مفاتيح معكم دايماً على المباشر عبر قناة القرآن الكريم. عن الاعتداء على الأصول نتحدث هذه الأمسية، والمكالمات كانت مؤثرة كثيرا، كيف لا، هو موضوع يتعلق بمن وضعونا في هذه الحياة، فضلهم بعد الله عز وجل كبير، وللأسف تصرفات البعض عكس ذلك. دكتور زغداني. نعم، للأسف شديد كما ذكرتي، وربما احنا تحدثنا عن أنه هؤلاء الآباء حتى إذا وصل أبنائهم أو أوصلوا أبنائهم إلى باب المحكمة، بل إلى المحكمة في حد ذاتها وجلسة المحاكمة، في نهاية المطاف حينما يسأل القاضي ماذا تطلب الآن، يقول له أنا سمحت ابني، أنا سمحت ابنتي، القلب يتحرك يعني. وربما القصة التي نعرفها كلنا، ذلك الذي طلب منه أن يحضر قلب والدته وهو راجع، يعني قد أخذ القلب يسقط، فالقلب يتألم لسقوط الابن. هي قصيدة طويلة لا أحفظها، يمكن هذا هو معناها. هو فيه دلالة عظيمة على أنه، ونتأمل في القرآن الكريم، ليس في القرآن الكريم ما يوصي الأبناء بآبائهم، العكس، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناها الأبناء يوصيهم بالأباء، لكن الأباء دون وصية، ما يحتاجوش وصية يعني. هذه في فترة الأم والأب أن يأخذوا ويرعوا أبنائهم.
ربما إذا تحدثنا عن الحلول قد يقول البعض لابد من الردع ولابد من تشديد العقوبات، نقول أهم من الردع هو حسن التربية، هو أن ننبه هؤلاء الأباء والأمهات أنه قبل أن يحدث الوقاية، نحن نعرف قاعدة الوقاية خير من العلاج، قبل أن نشكو من عقوق أبنائنا إذا كبرنا علينا أن نحسن تربيتهم وألا نتخلى، ألا نستقيل عن واجبنا في التربية. ليس اليتيم الذي مات أباه وخلفه يتيما، إن اليتيم الذي كانت له أما تخلت أو أبا مشغولا، معناها الأم تتخلى عن التربية والأب راه دائما مشغول، وخصوصا في هذا الزمن صحيح. الذي أصبح فيه وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد، ونقولها هي تتولى المهمة يعني نعم. بطريقتها تتولى مهمة إلهاء الآباء والأمهات وتتولى مهمة تربية الأبناء. احنا ربما في الزمن السابق القديم كنا نشكو من التلفاز ونشكو من المسلسل تاع السابعة مساء اللي فيه ممكن ساعة نعم واحدة ساعة في اليوم الآن أصبحت 24 على 24. ربما الآباء والأمهات لا ينتبهون لأنفسهم، خصوصا نحن في فترة صيف وربما الأبناءنا كنا في كلهم في عطلة وحجر يعني حتى نعم فلا ينتبه الإنسان حتى يلقى روحه في الثانية صباحا وأبناؤه لازالوا واحد في الكمبيوتر واحد في الطابلات واحد في البلاي ستيشن كل واحد راهوين وكلهم موصولين بالانترنت والأب والأم راهم في عالم آخر. فهذا الذي نراه ربما شيئا هينا وبسيطا نقول هذا أحسن من أن يخرجوا برا، هذا هو الذي سيولد لنا هذا العقوق إذا كبروا، عدم الاهتمام وعدم الحنان، حتى لأنه من الحنان والعطف على الأبناء هو الذي يجعلهم إذا كبروا يحنون لنا ويحنون علينا. وهذا لا يأتي من فراغ يعني مستحيل إن تركت ولن تجد أنت يعني. إذا أعطيت فإنك ستأخذ، لكنك إن لم تعطي ووكلت الأمر للخادمة أو وكلت الأمر للطبلات أو أعطيت وكلت الأمر لغيرك فإنه سيأخذ من غيرك ما يعطيك ربما الآخرون، هو استثمار في الحقيقة. نعم وأنت لم تستثمر، استثمرت والعياذ بالله خرابا، فلا تجزع إذا وجدت الأشواك في نهاية المطاف، وجدت سوء المعاملة وغيرها. ربما أذكر سبب آخر يعني من بين أسباب هذا الشيء الذي نعيشه للأسف الشديد هو المشاكل الأسرية داخل الأسرة التي قد تؤدي إلى الطلاق، ويستخدم فيها الأبناء كسلاح كل طرف يستخدمه ضد الآخر. يعني لا تنتظر من ابنك الذي تأمره بأن يسيء لأمه، أو لا تنتظر من ابنتك أو ابنك الذي تأمرينه وتستخدمينه كأداة ووسيلة للإضرار بأبيه أنه إذا أصبحت وأصبحت في حالة عجز أنه سيحمل عنك، لأنه في نهاية المطاف سيدرك وسيفهم مع الأيام وسيكبر أنك وأنك كنتما تسيران في طريق خطأ باستعمال الأبناء كسلاح واحد ضد الآخر. وبالتالي راح تكون ردة الفعل أنه أنت كنت سببا في عقوقي لوالدي فسأعقك، والعكس بالعكس، لأنه التربية وحسن التربية هو أنه مثل ما كانت الحياة الزوجية نحن نطلب من الأزواج أن تكون حياة آمنة، لابد أيضا أن يكون الطلاق آمنا بأنه يكون أبنائنا أسوياء، يعني لا ينشأوا في هذه الظروف التي تؤدي إلى العقوق وتؤدي إلى كل ما لا تحمد عقبه. نعم وهذه الحالات للأسف نرى نتائجها بعد السنوات، حتى إن أصبح هو بدوره أبا أو أصبحت أما فهذا الأمر يمارس حتى على الأبناء وبالتالي تعدي حتى على الأجيال القادمة. أود من خلال خبرتك بروفيسور أن أنتقل إلى حيثية المحاكم. يعني كما قلنا أنه في الأخير يسامح الوالدان عادة صحيح. على ما يحدث، ولكن هل تستشعرون ندم يعني من طرف مرتكب هذا الأمر؟ ماذا يحدث في محاكمنا في مثل هذه القضايا؟ والله نقول لك صراحة قبل أن أجيب حبيت ندير تعليق صغير على المكالمات نعم. الأخ توفيق متين مسان نقول له فعلا العنوان المفروض يجمع بين الإيجابية والسلبية يعني صحيح. بين البر وهذه دعوة للمشرفين حتى تعالج موضوعين لا 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 لا, لا هو العنوان كامل العنوان هو صيغة العنوان تاع الحصة كان مع الأصول، ولكن كانت فقط غير المعاني اللي فيها سلبية فاحنا نجمع بينهما. احنا اعلاميا حبينا عنوان براز. يعني صادم. في اسلوب صادم. صادم يعني لزعزعت قليلا هذا النفوس صحيح. التي تقوم نعم. بهذه الامور. ايضا تحدث عن نقطه مهمه هي اصلاح ذات البين، ونقول بلي مثل ما تفضل انه في العلاجات عاده ما هوش فقط العنف والردع عفوا، وانما مليح الانسان يصلح لقيت مشكل بين البابات وليد وكذا، وحنا نعرف في حديث السلميات حديث صحيح حيث النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه تعدل بين اثنين، تعدل بمعنى تصلح بين اثنين صدقة، فالإنسان يصلح بين البابات بين وليده بين بنته هذا أمر مليح جميل طرف الأخوال والأعمال نعم هذا أمر رائع جدا.
أيضا كذلك قال لك العلاقة دائما، وهذه كلام مليح، أنه قال التجربة تاعو وتجربة تاعنا وكاع، أنه الإنسان دائما يحاول أن لا يقول لوالديه كلمة لا ولو كانوا غلطين. نعم. روح جيب نعم، روح جيب نعم، دائما نعم نعم، هذه تعلمك الطاعة، تعلمك الانضباط، وتعلمك بعد الموت تاعهم بعد عمر طويل، تعلمك أنك تفرح لأنك ولا مرة عصيتهما، وهذا أمر رائع صحيح. جدا هذا صحيح. هو نعم فعلا. أيضا نقول للحجة أنه إحنا الإحصائية تقول أنه أكثر اللي راهم في دول العجزة ما هوش يعني ما مش ولادهم في الحياة يعني نعم. منقطعين النسبة يعني هذا وش هو معلوماتي، ولكن تبقى نسبة قليلة، ربي يهديهم على كل حال، هذا وش نقوله في الحقيقة. ولكن القانون هو يعاقب بالمناسبة، حتى في قانون تاع المسنين نعم تاع الشيخوخة فيه عقاب بالنسبة للشخص اللي يحط والديه وهو في الحياة، يعني القانون يقدر يتبعه ويقدر يعني يحكم عليه بإجراءات معينة. الآن تبقى بالنسبة إلى سؤالك، هل تشعر المسألة نسبية بطبيعة الحال، هناك من يظهر عليه الندم وكذا، لكن أنا أقول لك صراحة وهذا تجربتي مع أنه كثير من هؤلاء ممن تجدهم مدمنين، المدمن لا يشعر، لا عقل له، يعني نعم احنا خطرت في السيارات تاعنا نكون نسوق، وخطرت تحبسي الواحد نقولوا يكون في ورطه في السياقه، تحبسي له وتعطي له تقول له تفضل، ولا مره بارك الله فيك، يعني تحسي في عالم اخر يعني سبحان الله. فهؤلاء الذين يعيشون في عالم اخر، احنا انا لا اقول عن الانانيه والايثار، ما نتكلموش عن، نتكلموا فقط على انه هل له عقل، حتى هل له قلب حتى يفكر. فاكثر هؤلاء الذين يعنفون ابائهم انما هم في الحقيقه مرضى بالادمان والمخدرات وما الى ذلك، لكن طبعا وبالتالي الشخص عندما يعاقب يعني عندما يسجن بناء على جناية ولا جنحة المخدرات يدخل إلى المستشفيات من أجل العلاج، وإحنا نقول للمشاهدين أنه هذه الأماكن العلاج ما هي مكلفة جدا من ناحية المادية، وتنحي قاعدك السموم لمن أراد أن يتوب طبعا، وطويلة المدى يعني نعم، حتى يصفى الدم نتاعه خلاص من هذه الإشكال. هناك من يتوب ويرجع إلى الحياة العادية، ولكن هناك من يعود للأسف الشديد إلى غيه، وبالتالي نقول بأنه المسألة نسبية طبعا بينهما. لكن دائما نحن نقول، وهذه نختم بها، أنه الإنسان يبقى يدعي، لأنه احنا تعلمنا من الدين تاعنا، تعلمنا من القرآن الكريم أنه الإنسان يدعي لأولاده ويدعي كذلك الأباء تاعه، والبابة يدعي يعني بالإصلاح، هذه ونوكلهم بالحلال كذلك، ونحاول نعملوا احنا والدينا ملاح باش يعملونا أولادنا ملاح، وندعو لهم دائما أصلح لوالدي. لأنه شوفي كي تقرأي النصوص في القرآن تلقي دائما الدعاء موجود، حتى إذا مات ابن آدم وانقطع عمله والد صالح يدعو له. فالدعاء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فهذه النصوص كلها متضافرة تدل على أنه، لأنه في الحياة يحكوا على واحد داعية في الشرق الأوسط، قال لك داعية كبير جدا يعني ودروس ومواعظ، ولكن ابتلي أنه وليده خرج له وخرجه، نعم، فهو قد ما سيه يحاول يرجعه للطريق بالوسائل بالحكمة بالتنمية البشرية بكل الوسائل، لم يصل إلى نتيجة. بدأ يصلي في الليل يدعو الله عز وجل، قال له يا ربي هذا الذي استطعت وأنا لا أملك إلا أن أدعو، الدعاء يعني رجع إلى الله عز وجل وتضرع إلى الله وبكى بكاء كبيرا، والحمد لله قال لك جت النتيجة وتاب ورجع إلى الطريق المستقيم. نؤمن نحن، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، الدعاء قد مشي قد يوصلنا إلى حقائق مذهلة في الحقيقة، لابد أن يكون يقين يعني لابد أن يكون يقين، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح لأبنائنا ولشبابنا، أمين يا رب العالمين، خاصة لمن يمارس هذه التصرفات. يعني كخلاصة الموضوع دكتور، الوضع مما سمعناه اليوم يستدعي وضع حد وإعادة بناء خاصة مفاهيم وقيم وأفكار اجتماعية مستقاة من شريعتنا الإسلامية، مما يحفظ لهؤلاء الشوامخ، نحن نرى هكذا أبائنا في داخل البيوت، وحتى إن لم تجمعنا هذه الصلة عرفنا يدعونا أن نحترم الكبير وأن نوقره وأن نعطيه حقه من الاهتمام والاحترام. دورنا الآن ومن خلال حقهم في الرعاية، هم كذلك مثل ما رعونا ونحن صغار، والتقدير والاحترام، ما هي النصائح التي نقدمها لشباب اليوم، شباب وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، نحن نقول لهم أنه إذا أردتم أن يكون أبناؤكم
برارة بكم فلابد أن تكون أنتم بارين بأباكم، يعني لأن الجزاء من جنس العمل. ربما أختم بقصة كان سمح تفضل. قصة قصيرة. ذلك الرجل الذي كان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، فلقيه أحد الصالحين فنظره فاستحسن هذا الفعل من الابن. فالابن وهو يعرف ذلك الرجل أنه ذا مكان قال: أتراني قد وفيت حقها؟ فقال: ولا بطلقة من طلقات الوضع، أنت تحملها وتنتظر وفاتها، وهي كانت تحملك وتنتظر حياتك. من احتل رهم احتل على مستوى النية، مستوى الآن تحمل والديك وهما كبارا، احملهما بنية أن تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن توفيهما جزءا ولو بسيطا من الحق الذي أو من التعب الذي تعبه من أجلك، ولا تنتظر وفاتهما. لأنه كل واحد يقول لك الله غير نستنى غيرك تشير حل هذا الأم ولا هذا الثقل هذا الحمل. ولأنه هم حينما كان طول ما قال محمد يقولها بطريقة واحدة أخرى، ولا بأسلوب آخر يوحي ذاك الأسلوب بأنه ماذا به، يعني يتخلص من الحمل. ما أنت عندك بابك راه مريض ولا يماك، المفروض أنه الإنسان المؤمن الحقيقي حتى وراه خلاص يقول لك الطبيب عنده قتله ساعة وراح يموت، أنت يكون عندك الأمل أنه يعيش لأنه باباك. صحيح. ما أنك تنتظر أنه يموت ولا تريد أن يموت، هذه والله غير مشكلة كبيرة. هذا على مستوى النية كما قلت. على مستوى النية لابد أن تكون نيتك في أن تنال الأجر من الله. صحيح. عز وجل. لا تنال محمدة الناس ويشكرك الناس وفلان قائم بولديه. صح. كلا، إنما الأعمال بالنية، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجامع المانع. نعم. الذي نحفظه كلنا ولكن نغفل عنه في الكثير من الأحيان. إنما الأعمال بالنية. صحيح. يعني عن الإنسان أن يحسن نيته وأن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يفعل خيرا خاصة في هذا الظروف. أريد أن أختم بها، أريد أن أوجه رسالة من خلال هذا الموضوع نعيشه جميعا، هذا الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء. كلنا نحس بالمسؤولية تجاه الأصول، تجاه الوالدين أو الأجداد إن كانوا على قيد الحياة، لأنه نعلم جميعا أنهم يعني من الفئة الهشة صحيا ومناعيا في هذا الوباء. حتى إن كان الشباب يعني يتحملون نوعا ما، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يفصل فيه حتى الطب، يعني الكل معرض لأن يصاب بهذا الوباء لا قدر الله، ولكن هم أكثر هشاشة في المجتمع. الآن نجد في شوارعنا للأسف استهتار واستخفاف بالمرض، وهم يدخلون بيوتهم مساء ويحتكون بهؤلاء الكبار. رسالة قوية نود أن نقدمها اليوم أننا نهتم بالمسلمين. والله نقول لك، أنا البارحة بالسيارة حبست في الشارع نسكن فيه مع الشباب، قلت لهم شباب صغار يعني، قلت لهم أنتم متخافوش كورونا؟ متخافوش على والديكم؟ بقوا ساكتين. أنا نقول للأباء اللي راهم يشاهدوا فينا، الأمهات، أنصحوا أولادكم خلوهم داخل الدار مع الشيخ، خارجين بالفيلوات يعني بأعداد كبيرة جدا. نقول لهم انت ايها الشباب، اذا شت روحك بلي ما راكش مامن بكورونا هذه، على الاقل من باب الاحتياط قبل ان تندم ولا ينفعك الندم، حافظ على والديك، ما تسلمش عليهم لانه قادر تتقل لهم. دير هذيك القناع، نعم، الواقي هذاك، كي تدخل اغسل يديك ووجهك ورجليك، يعني عقم روحك، تدخل وبعد عليهم شويه، وحاول انك لانه غدوه ان شاء الله كي مرضوا، عندنا امثله كثيره الان اللي مرضوا الاباء تاعهم، السبب تاعهم هو الاولاد. راه قاعد برا، راه يبيع ويشري. واحد قال لي صديقي، واحد الام ظلت تدير في مسكينه في كل اجراءات تاعها، قال لي وجاها الكورونا. قلت له عندها اولادها؟ قال لي اولادها يخدموا في المحلات. قلت له طبيعي يخدم في المحلات، ما يجيبش الاجراءات تاعو، ما على بالوش، يقول لهم هذه كورونا، واحد قال لهم هذه غوله، ما زلت امنوا بالغوله. وهاي النتائج كي راك تشوفيها للاسف الشديد، راهي متصاعده بشكل كبير، حتى المستشفيات راهي الان راهي مملوءه، الامر هو واضح. ولذلك نقول ايها الشباب اتقوا الله في ابائكم، ايها الاولاد اتقوا الله في امهاتكم، اذا تحبوا باباكم، اذا تحبوا يماكم، اذا تحبوا هذا المرض يروح خلاص، قعدوا في دياركم، واذا خرجتوا للضروره فقط استعملوا جميع وسائل الوقايه، والا فانكم روحوا قراوا الاحصائيات. وللاسف الشديد نسبه كبيره من الناس اللي راهم يموتوا هم الكبار. نعم. النسبه الكبيره اللي راهم يتعرضوا للمرض هم الكبار. فاتقوا الله عز وجل وحافظوا على ابائكم وامهاتكم. بارك الله فيكم، وهذا نتمنى ان تصل هذه الرساله، لذلك نود ان نقدمها بقوه. دكتور، كمامة صحيح مزعجة، كلنا نتفق على هذا الأمر، ولكن واقية جدا من هذا الوباء لا قدر الله، فاهتموا بهذه الوسائل والتدابير الوقائية التي هي مسؤوليتنا جميعا. لا نريد أن نفقد أحبابنا، لا نريد أن نفقد من هم أسس في بيوتنا. دكتور زغداني، أشد الندم وأعظم الحسرة أنه الإنسان يفقد إنسان عزيز عليه. نعم. خصوصا إن كان مقصرا في حقه في الحياة الدنيا، يعني
نرى الإنسان يبكي بحرقة لأنه فقد والدته أو والده وكان بعيد عليه، كان مقصر. لكن أتصور أنه الأعظم من هذه الحسرة هو أن يكون هذا الإبن هو سبب وفاة هذه الأم أو وفاة هذا الأب. هذا أعظم منه صحيح. أن يكون هو السبب الذي نقل إليه العدوى. وبالتالي هي أمور ربما نراها بسيطة، أنه هذا القناع الواقي، أن تحافظ على النظافة، أن تبتعد عن أسباب الوباء، أن لا يعني الآن الناس الذين نراهم في الأسواق واختلاط في الأسواق وأشياء يعني ربما لا يصدقها عقل، يعني كأن الناس ينتحرون بشكل انتحار جماعي وهم في 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 غيبوبة وفي عقول غائبة. فالآن علينا أن نستفيق، خصوصا أنه نقص الخطر والمنحنى التصاعدي لم يعد منحنى إنما أصبح يتصاعد يوما بعد يوم، ينبئ بشر والعياذ بالله، حتى نتقي في أنفسنا ونتقي في أعز الناس علينا إن لم نكن نخاف على أنفسنا أن نفقد هؤلاء الأعزاء، فلنتقي الله عز وجل فيهم ونحافظ علينا وعلى أنفسنا وعليهم إن شاء الله. أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا البلاء والوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أمين. إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد زغداني على كل ما قدمته لنا في هذا الموضوع. شكر موصول للبروفيسور سليمان ولد خصال، تعلمنا كثيرا من خلال هذا النقاش، هو موضوع حساس جدا، ولكن أردنا أن نقدم بطريقتنا هذه النصائح لعلها تصل لأصحابها. برنامج مفاتيح متواصل معكم دائما عبر قناة القرآن الكريم. سنلقى ركن الحج رفقة الأستاذ يحيى توفيق، ولكن بعد هذه الوصلة الإنشادية ابقوا معنا. عبير السيرة السمحاء عطر ربوع الكون أطرئها السلام، وذكر بالهدى المختار طه رسولا بالهدى قاد الأنام. عبير السيرة السمحاء عطر ربوع الكون أقارئها السلام، وذكر بالهدى المختار طه رسولا بالهدى قاد الأنام. محمد يتيما أيها الدنيا تربى، غريبا بينها مات تسامى، رأته يد الإله هو الأمين هو المصدوق فعلا أو كلاما. يتيما أيها الدنيا تربى، غريبا بينها مات تسامى، رأته يد الإله هو الأمين هو المصدوق فعلا أو كلاما. محمد صلوا عليه، رسول الله كم نفنى اشتياقا، للقياكم ونزداد احتراما، حبيب الله كم نرجو لقاء بكم في جنة الفردوس داما. رسول الله كم نفنى اشتياقا، للقياكم ونزداد احتراما، حبيب الله كم نرجو لقاء بكم في جنة الفردوس داما. عليك صلاة ربي يا حبيبا، أتى الدنيا فعلمها النظام، تقبل دقة الأشواق مني وعذرا سيدي عذرا إثاما.
السمحة يعطر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. برنامج فتيح دائما معكم عبر قناة القرآنية الكريم على المباشر. نمر في الحين إلى ركن الحج وفيه نستعرض في كل فرصة الكثير من المعاني والمقاصد التي نود أن نقدمها خاصة في هذه الأيام التي تأتينا المباركة. لمناقشة موضوعنا لهذه الأمسية يلتحق بنا الأستاذ يحيى توفيق إمام. أستاذ أهلا وسهلا بك عبر قناة القرآن الكريم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة المباركة. شكرا على واجب. رحلة القلوب كيف لا، والقلوب تهتف إلى البقاع المقدسة في ظروف هي أكثر من خاصة هذه السنة. اضطررنا لاتخاذ هذه الإجراءات ولاستنقاص ما تعودنا على عيشه في هذه الأيام المباركات بسبب انتشار الجائحة وهذا الوباء عبر العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه علينا في أقرب وقت، إلا أن القلوب تذهب مباشرة إلى تلك البقاع المقدسة كيف لا، وفيها أكبر شعيرة ألا وهي الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله. وفي الحقيقة الحج قبل أن يكون رحلة أبدان هو رحلة قلوب. نعم. ولذلك دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل واجعل أجسادا من الناس تهوي إليهم، مع أن الفؤاد المراد به في هذه الآية هو الإنسان. نعم. ولكن عبر عن الإنسان بالفؤاد لأن أول ما يهوي إلى البيت الحرام إنما تهوي الأفئدة. نعم. قد يمنع الإنسان لمانع ويحبس لحابس من أن يزور البيت الحرام، ولكن لن يستطيع أن يمنعه مانع من أن يهوي بقلبه إلى البيت الحرام. سعلا. جاء الحج في هذا العام استثنائيا. نعم. ربما حدث على مر التاريخ مثل هذا بصفة جزئية. يعني منع أهل بعض الأقطار وأهل بعض الأمصار من أداء الحج بسبب وباء ألم بأهل ذلك القطر أو بأهل ذلك المصر. حدث مثل هذا من قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يمنع الأجر متى منع الفعل. ما شاء الله. لماذا؟ لأن الأمر أولا أمر الفؤاد، النية. نعم. وقد يؤجر الإنسان على نيته ما لا يؤجر عليه بعمله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هو هم بها ودار القرعة ودار الإجراءات وفرح وسجد لله شكرا لما خرج الاسم تاعه في القرعة. نعم. ولكن حبسه عذر، هذا العذر عذر عام ليس عذرا خاصا. نعم. لماذا؟ لأننا إذا شفنا بعض الأعذار الخاصة ممكن يكون عذر ممكن ما يكونش عذر. أما العذر العام فهو لا شك أنه عند جميع العقلاء عذر مقبول. لماذا؟ لأنه يمس جميع الناس. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. حمد. لا ينقص من أجله كبير. شيء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه مجموعة كثيرة من النصوص تدل على أن الإنسان إذا هم بعمل ثم حبسه حابس وكان معذورا أنه يأخذ الأجر كاملا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتلى الله عز وجل العبد في جسده قال للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمله ما دام في وثاقي، يعني ما دام مقيدا. نعم. واليوم الحج هو إنسان مقيد لا يستطيع. نعم. أن يحج البيت الحرام. لماذا؟ لأنه هذا الوباء أو هذه الجائحة عامة منعت جميع الناس من الحج. نعم. ولهذا احنا أنا أقول للحجاج أبشر، أعتقد بأن الله عز وجل أراد أن يكتب لهم الحج مرتين. أمين. الحج الأول هو حج هذا العام، حج القلوب وحج الأفئدة، والحج تاع العام الجاي بإذن الله تعالى هو حج الأجساد والأفئدة معا. أمين. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما خرج معه صحابة مجاهدين في سبيل الله قالهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. هذه هي العلة.
فكل إنسان حبسه العذر فإنه ينال الأجر كاملا غير منقوص. ولذلك فتستطيعون أيها الحجاج وأنتم تشاهدون في العام هذا بإذن الله تعالى الحجاج وهم يطوفون وهم يسعون وهم يقفون بعرفة وهم يبيتون بمزدلفة ومنا أن تبشروا بأن الله عز وجل كتب لكم الأجر كاملا. أمين. وأن هؤلاء الحجيج الذين كتب الله عز وجل لهم الحج وأقام بهم الشعيرة هذه باش ما تتعطلش في هذا العام أنكم تشاركونهم في الأجر. أمين. وما ساروا مسيرا ولا طافوا طوافا ولا سعوا سعيا ولا باتوا مبيتا ولا وقفوا وقوفا ولا أحرموا ولا تحللوا إلا شاركتموهم في الأجر طالما أن النية موجودة والمبادرة موجودة والسعي موجود. فقط الإنسان حبسه حابس حبسه هذا الوباء الذي حبس جميع الناس ربما في معايشهم وفي كثير من أمور دينهم ودنياهم. طيب أستاذ يحيى يعني ما هي الأمور المحببة في هذه الأيام المباركة ومع بداية أيضا في الأيام القادمة مع بداية المناسك لمن تعلقت قلوبهم بحجهم لهذه السنة ولم يتم؟ والله أنا أولا أحدث أولئك الذين ظهرت أسماؤهم في القرعة, نعم بداية. أقول أول ما ينبغي أن يسلم الإنسان أمره لله عز وجل وأن يعلم أن ما أصابه خير بإذن الله إن شاء الله. وأمر المسلم والمؤمن كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا شك أن لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها تعطل حج هؤلاء الناس هذا العام. نعم. ثم الأمر الثاني نقول لهم أبشروا وافرحوا باصطفاء الله عز وجل لكم. أنتما ناس خيركم رب العالمين, أنتما ناس غير عاديين. الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. شوف إذا نظرنا إلى الأزمنة اختار الله عز وجل جملة من الأزمنة وأفضل أيام السنة هو يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر وعند بعض العلماء يوم عرفة. قيل يوم عرفة لغير الحاج ويوم النحر للحاج وقيل العكس. المهم هذا أفضل يوم, أفضل مكان هو المسجد الحرام. فالله عز وجل لا يصطفي, الله عز وجل لا يصطفي في أفضل الأيام وفي أفضل البقاع إلا أفضل البشر باش تجتمع الفضائل كلها. نعم. فالله عز وجل اصطفاهم. والله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نعم. وإنه لا يعطي الدين إلا من يحب. سبحان الله. معناتها باش واحد يوفق ربي سبحانه وتعالى للحج ويوفقوا للعمرة ويوفقوا لقيام الليل. نعم. أو يوفقوا لإطعام الفقراء والمساكين أو بناء المساجد أو جمعيات خيرية أو غير ذلك, فإن الله عز وجل أحبه فاستعمله في طاعته, كما أن الله عز وجل أحب المرسلين فاصطفاهم لرسالته وأحب الملائكة فاصطفاهم لمهام معينة. فالله عز وجل اصطفى هذا الإنسان. قد يقول الإنسان مثلا ولكن الله عز وجل اصطفى الإنسان هذا هو إنسان ناقص وإنسان يدير أخطاء, وأحيانا ربما احنا نشوف فلان خرج في القرعة ومن هو خير منه ما خرج في القرعة. نقول لا تعترض على قضاء الله, أهم يقسمون رحمة ربك, نحن وقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فكذلك الله عز وجل اصطفى هذا الإنسان إذا كان فيه خلل. نعم. هذا ليس دليل على أن الله ليس دليلا على أن الله عز وجل لم يصطفي وأن الأمر جاء مصادفة. نعم. لأنه الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه مع أن الله عز وجل اصطفاه, ولكن منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فاصطفاء الله عز وجل لعبد لا يستلزم كماله ولا يستلزم أنه لا يقع في الزلل والخلل والخطأ. نعم. الأمر الثالث أن الحج هذا شرعه الله عز وجل لأجل مقاصد معينة. فأنت أيها الحاج الذي لم تحج وأنت أيها الحاج اللي ما خرجش القرعة أصلا وربما ما بادرتش بالحج تستطيع أن تحقق كثيرا من هذه المقاصد من غير حج. نعم. الحج رأو الإنسان يكتمل. نعم. به ركن الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج وسلم. فقد اكتمل دينه, من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, ولكن مع ذلك عنده مقاصد أخرى ومقاصده كثيرة. والله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر يأتون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية، ومنافع أخلاقية ومنافع مادية. فكثير من المنافع الأخلاقية يستطيع الإنسان أن يحصلها من غير حج. الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى إذا رجع الإنسان اجتنب الجدال واجتنب ما كان يجتنبه في الحج. الله عز وجل جعل الحج هذا مؤتمرا يلتقي فيه جميع الناس ويتساوون ويتواضع بعضهم لبعض، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يعني نبذ العنصرية ونبذ الخلافات ونبذ التفاوت الطبقي والعنصري غير ذلك، هذا يستطيع الإنسان أن يعمل به وأن يعيشه في بلده فعلا. لماذا؟ لأنه ربما أنت كي تجتمع في الحج بأخ من إخوانك المسلمين الذين لا تربطك بهم رابطة عرق ولا لون ولا لغة ولا وطن، على الأقل إنسان وليد بلاك راي تربطك به أمور أكثر من هذا صحيح. فإذا كان هذا الرجل قريبا لماذا؟ لأنك تربطك به رابطة قوية هي رابطة الإسلام، ما بالك من تربطك به أكثر من رابطة، رابطة الإسلام ورابطة الأخوة ورابطة اللغة ربما ورابطة اللون ورابطة الوطن وغير ذلك من الروابط. فبعض المقاصد نستطيع تحقيقها وما نستنوش غير حجينا باش نتجنب بعض ما يجب تجنبه في الحج، ما ننتظروش حتى الحج باش نطبق بعض الدروس والقيم والحكم التي يثمرها الحج. قبل أن نصل إلى من لم يكن يعني له نية في الذهاب إلى الحج هذه السنة وما هي الأمور المحببة التي يقوم بها في هذه الأيام، هناك ممن كانت أسماءهم في قوائم الحجيج هذه السنة ولم يكتب الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني يسألون الأموال التي كانوا يخصصونها لذهاب إلى الحج ويعني التكاليف التي كانوا يخصصونها إلى الحج، هل لهم شيء يعني من يدفعون ما يدفعونه هنا وهم في أرض الوطن بحكم وقوع هذه الجائحة؟ والله من الناحية الإدارية الحج لم يلغى وإنما تم تأخيره العام الجاي العام المقبل لمن كتب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، إن شاء الله يرفع الله عز وجل عن هذه الأمة يا رب الوباء قريبا وتعود الأمة إلى طبيعتها في أمور دينها وفي أمور دنياها جميعا يا رب إن شاء الله. يعني الإنسان اللي خصص هذا المبلغ ينبغي له وقد خلاص مشى في الإجراءات تاع الحج وقد باع نفسه لله وقد عزم وقد نذر وقد انطلق في أمره، إذا ما كانش عنده مال يدخله من جهة أخرى ينبغي أن يحتفظ بهذا المال حتى يحج به العام المقبل. اللي عنده مداخيل ويستعمل هذا المال ويأتي بعده ما يعني مال آخر فهو حر في يستعمله، ولكن الإنسان لابد أن يعرف بأنه هم بأمر وأنه وكأنه الآن الحجاج تاعنا راه محرمين إلى العام الجاي، محرمين إحراما مجازيا فلا ينبغي لواحد منهم أن يتحلل من إحرامه، بمعنى لا ينبغي له أن يفسد النية ويقول أنا ما رحتش العام هذا خلاص ما نروحش. لماذا؟ لأنه هذا فضل كبير لا ينبغي للإنسان أن يتنازل عنه حتى ولو تأخر بعد عشرة سنين، فإن أحياه الله عز وجل. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل إذا ابتلى العبد في جسده قال للملك أكتب لعبدي ما كان يعمله في سالف أيامه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شفاه الله غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. فهو نفس الشيء إن أحياه الله عز وجل راه يتحقق له المقصود تاعه ويحج بيت الله عز وجل، وإن قبضه الله عز وجل كتب له حجه كاملا تاما وإن شاء الله تعالى يكون يوم وفاته كيوم حجه كيوم ولدته أمه. أمين يا رب العالمين. لغير الحجيج يعني أيام مباركة استقبل علينا إن شاء الله، وكعادة قناة القرآن الكريم تعتني بهذه الأيام بتقديم التوجيهات والنصح لكافة المسلمين عبر بقاع الأرض ولنا أيضا في هذه الظروف الخاصة، ماذا على المسلم أن يلتزم به خاصة في هذه الأيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لا شك أنها أيام فاضلة، وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين هذه العشرة الأولى من ذي الحجة والعشرة الأخيرة من رمضان، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العشر من ذي الحجة فضيلتها في النهار وأنها
أفضل من العشر الأخيرة من حيث النهار في رمضان، وأن العشر الأخيرة من رمضان فضائلها في ليلها، وبالتالي إذا شفنا الأيام باعتبار النهار لا شك أن هذه الأيام التي ستقبل علينا هي أفضل الأيام، أيام السنة على الإطلاق، بما في ذلك هي أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. هذه الأيام العشر الأخيرة يستحب فيها مجموعة من الأعمال، بعضها بدل عما يقومه الحجيج، وبعضها عمل مستمر. فمما يستحب من ذلك يستحب صيام هذه الأيام، وآكد هذه الأيام هو اليوم التاسع، وهو يوم عرفة اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية وسنة الباقية. أنا لا أتصور أن شخصا يعرف معنى الذنب ويعرف معنى السيئة ويعرف معنى العقوبة التي تقابل السيئة ويعرف معنى مغفرة الذنوب سنة كاملة. يعني تصور الإنسان مثلا عنده مع الضرائب ديون تاع سنة وله ديون تاع سنتين، جاء هكذا إسقاط ديون تاع سنتين مع بعض مرة واحدة، هذا قد لا يتصور الإنسان. صحيح. فما بالك بالذنوب التي لا نحصيها. لا. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في صوم هذا اليوم. هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة يستحب فيها العمل الصالح عموما. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق وقال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من ذي الحجة. فصيامها صيام الأيام التسعة الأولى هذا بدل عما يفعله الحجاج من إحرام وغيره. نعم. صيام يوم عرفة وكأنه بدل الحجاج يقفون بعرفة وغير الحجيج يصومون يوم عرفة. نعم. فإذا انتهى يوم عرفة غفر الله عز وجل للحجيج بإفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة. نعم. وغفر الله عز وجل لغير الحجيج الذين صاموا بإتمام صوم يومهم. نعم. أما يوم النحر فهو يوم الحج الأكبر، وأكثر أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم، لذلك سمي يوم الحج الأكبر. بالنسبة للحاج عنده أعمال المعروفة، بالنسبة لغير الحاج فإنهم عندهم الأضحية ونحر الأضحية اللي هو بدل عن الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر، وبدل عن الهدي الذي يقوم به الحاج يوم النحر. هذه الأضحية لفضائلها معروفة وجاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بما أننا تحدثوا عن خير هذه الأيام وفضلها أستاذ يحيى توفيق، فضل الدعاء فيها، ونحن نمر بهذه الظروف الخاصة، قلوبنا يعني متفطرة، خوفنا كبير جدا وهلعنا وفزعنا من أن يصيبنا هذا المرض وينتشر أكثر في مجتمعاتنا، نقوم بالتوعية بما استطعنا من أجل أخذ بالأسباب للتقليل من انتشارها، ولكن يبقى الدعاء مخ العبادة، فما فضل الدعاء خاصة في هذه الأيام؟ نعم، هو أولا لا ينبغي أن يصيبنا هلع مهما حدث. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فالهلع صفة سلبية ينبغي. نعم. الإنسان يبتعد. لا يكون عليها وأن يبتعد عنها. ينبغي أن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، بأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، بمعنى أن قدر الله كائن لا محال، ولكن لا بد أن نعرف بأن قدر الله عز وجل مكتوب في الكتاب قد يرتفع بالدعاء. نعم. ومن أعمال يوم عرفة للحجيج ولغير الحجيج الدعاء. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا في الحقيقة ثناء وليس بدعاء. نعم. لأنه ما في حتى مسألة. صح. نعم، ولكن دعاء مفتوح. يقول أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل اكشف عني الضر. ونوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وين راه الطلب في هذه المسألة؟ ما كانش طلب، وإنما قال وأنت أحكم الحاكمين، فاقضي القضاء الحكيم. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وهذا الكون كله ملكه، والمرض هذا هو الذي يملكه، والذي أذن به، وهو الذي يأذن برفعه في يوم من الأيام. أمين. وهو على كل شيء قدير إذا عجز الأطباء. نعم. وهو على كل شيء قدير إذا عجزنا العمل الصالح، وما كانش عندنا عمل صالح ورصيد كافي من العمل الصالح يستجيب الله عز وجل لنا به. والله على كل شيء قدير، قادر على أن يرفع البلاء بين عشية وضحاها. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوباء وأراد ما أراد لحكمة يعلمها. فالإنسان ينبغي أن يعلم بأن لكل داء دواء. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبأنه لا يرفع القدر إلا الدعاء. وإحنا يا مرت بين العشر الأواخر دعونا الله عز وجل فيها، فلعل الله أخر الإجابة إلى حين باش يزيد يسمع منا
تضرعاً ودعاءً ورجوعاً وإنابة، لعل المقصد الذي جاء من أجله الوباء لم يتحقق بعد، ما زال ما رجعناش الربي كما ينبغي، ما زال ما صحنا سلوكاتنا، ما زال ما صحنا تصرفاتنا. فندعو الله سبحانه وتعالى في هذه العشر كلها وفي يوم عرفة على جهة الخصوص أن يرفع الله عز وجل عن الأمة هذا البلاء، وأن يجعل ما أصابها كفارة لها، وأن يجعل من مات في هذا الوباء شهيدا، وأن يكتب له الشهادة، وأن يجعل من أصابه هذا المرض أن يجعله كفارة له ورفعا للدرجات وزيادة في الحسنات، وأن يجعل من التزم بالحجر وبالإجراءات الوقائية أيضا شهيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فعل ذلك كتب له أجر شهيد وإن لم يمت. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذ يحيى توفيق إمام أستاذ على هذه الدرر، لأنه عندما نسمو بالقلوب وبالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا جدا لك على حضورك معنا وعلى ما تفضلت به لنا في هذا العدد. شكرا موصول لكل المشاهدين الكرام على كرم متابعتنا هذه الأمسية. تقبلوا تحيات الفريق التقني على رأسهم المخرج كمال حمزة، تقبلوا تحيات المشرف حسن رقيق. شكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.